السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقاومة والنضال والجهاد يعني أصبح عنده أشكال كثيرة وأشكال مطورة وأشكال حديثة، ومن هذه الأشكال هي شكل المقاطعة والمقاطعة المادية التي تضرب الاقتصاد مباشرة والتي أثرت على العديد من الأمم والعديد من الشركات. الاحتجاج السلمي هذا ديما ما يجيب نتائج رائعة وممتازة. أنا اليوم هنا في هذا الفيديو يعني أود أن أوجه رسالة لواحد يوتيوبر المغربي صراحة، لأن شخصيا أعتبره واحد من يوتيوبرز اللي يفتح لك عقلك ويفتح لك ذهنك ويخلي المنظور تاعك والرؤية الحياة هذه تختلف يعني 160 درجة و 180 درجة، وفي بعض الأحيان 90 درجة، وفي بعض الأحيان تختلف يعني جذريا وقطعيا، ألا وهي قناة مساحة. قناة مساحة هي واحدة من أكبر القنوات العربية الآن يعني اللي أنا نتبعها وأنا متابع وفي لكل فيديوهات التي تقوم بتنزيلها هذه القناة. هذا الشاب المغربي اللي عنده سن صغير بطبيعة الحال عنده تفكير كبير وعنده يعني العديد من المعتقدات التي تناسب يعني شباب تاع الوقت الحالي والعيش في الوقت الحالي، الوقت اللي ولا صعب فيه أنك تكون عايش بالبرنسيب والمعتقدات تاع دينك وتكون متأقلم مع يعني المعطيات المتوفرة في الحياة، ولكن قناة مساحة تساعدك باش تكون موفق بين الطرفين. خاوتي خواتاتي، أنا أقولها لحد الآن أنه أجمل مقاومة شفتها من طرف هذا القناة بنشر لي فيديو هين. فيديو الأول كان تكلم عليه وقال على طريقته للمكافحة ضد يعني الحملة المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، كانت يعني مبادرة جميلة جدا من هذا المساحة، ويعني هو اللي فطن العديد من الناس ومتابعين تاعه، وهي يعني عقلية المقاطعة يعني مقاطعة السلع الفرنسية لآخره. وفي نفس الوقت فرنسا تأثرت بهذا المقاطعة، وأكبر دليل على ذلك هو أن الحكومة الفرنسية دعت إلى التوقف عن هذه الحملة الشرسة التي تؤدي إلى نتائج وخيمة وسلبية يعني فرنسا. ولكن لسوء الحظ أنه أنك تكون تم قاطع لهذا السلع، ولكن ممكن أنه كان واحد الجهات الكبيرة يعني برغم أن الشعب قطع السلع إلى أنهم يشروا تلك السلع من أجل إرضاء يعني تلك الجهة، ولكن يعني بين قوسين هذه ما نيش نتكلم يعني بمعلومات مثبتة ولا معلومات مؤكد منها، ولكن نتكلم يعني بجهات. هذه الجهات انت ما لبالك شكون ولا ما لبالي شكون، وحتى واحد مش عارف شكون. المهم قناة مساحة ايضا قامت بنشر فيديو اللي نصحكم كامل تروحوا تشوفوه، رابطه موجود في الديسكريبشن بوكس، يعني نتكلم على واحد المعطيات وتتكلم على واحد الامور اللي بزاف ناس غالطين فيها. يعني تكلم على تلك الجملة اللي يقول لك انت يعني فرنسا تسب في الرسول وانت واش تروح تدير عندهم، انت لماذا تهاجر الى فرنسا، انت لماذا راك عايش في فرنسا، عايش في الذل، عايش في يعني راح نجاوبكم كما جاوبكم مساحة باختصار يعني كبير، ونصحكم انكم تروحوا تشوفوا فيديو هذا كامل. فرنسا لازم تعرفوا خوتي اخواتاتي، ولازم تكون في علمكم انها هي بالذات وهي من حد ذاتها تستفيد من المهاجرين، خاصة العقول التي ذهبت الى فرنسا. نتحدى اي واحد فيكم ولا اي واحد مشاهدين اللي بالك ولا مره شافوا قناتي، يعني نتحداكم حتى الناس اللي ماشي عايشين في فرنسا روحوا لفرنسا. نعطيكم مثال بسيط فقط، روحوا لاحد المستشفيات الفرنسا وحاولوا تبحثوا يعني عن المتخرجين من الجامعه الفرنسيه والمتخرجين من جامعات اخرى غير الجامعه الفرنسيه، سواء في الاطباء ولا في الممرضين ولا الممرضات، يعني روحوا شوفوا ورايحين يعني تكونوا متفاجئين بعدد المهاجرين اللي يعني قدموا خدماتهم بشكل وفي المستشفيات الفرنسية. هذا بين قوسين فقط مجال الصحة ومجال المستشفيات. فرنسا تستنفع أيضا من مهاجرين في العديد من المجالات، وفي نفس الوقت فرنسا لو رأت أنه يعني هذا المهاجرين ما عندهمش حتى إضافة لفرنسا لكانت يعني قد قضت على المهاجرين منذ مدة. هل تعتقدون أن ذلك صعب؟ نعطيكم مثال آخر، يعني مثال آخر سيكون مثال يعني راح يدخل مثال يعني كرة القدم. فرنسا يعني عندها فريقها من المغتربين، كل عائلة اللاعبين اللي مغتربين في فرنسا وأصولهم من هنا يعني كلهم جاءوا مغتربين إلى فرنسا مثل أي واحد فيكم راه باغي يغترب. وزيد أي واحد مغترب من دول العالم الثالث لما يذهب إلى فرنسا كما قالها مساحة لأنه يستمتع وسيسترد نسبة قليلة فقط من النعم اللي كانت يعني قد نهبت منه من بلده. يعني لازم تعرفوا هذا الشيء لأنه النعم اللي رأي في فرنسا اليوم هي من دول العالم الثالث بطبيعة الحال. وقلتها لكم يعني على الحادثة اللي كانت في لبنان، كان ماكرون يتصرف في تلك الحادثة وكأنه هو المسيطر وهو المسؤول في دولة لبنان، وكانها يعني مع احتراماتنا للشعب اللبناني، ولكن يعني ديما نقولها لكم خاوتي اخواتي لازم الواحد يفكر بعقلانية قبل ما ينطق فمه. يعني تقول لي انت زين وام اش دي كنت عايش في فرنسا وعلاش تروح لفرنسا وانت يعني تلقيت رسائل كيما هذا، ولكن انا كي نروح لفرنسا من حقي اني نروح لاي بلد في العالم، من حقي اني ندخل فلسطين حتى وان كانت يعني يجي وقت من الاوقات يقول لك ممنوع على الجزائريين الدخول الى فلسطين، من حقي اني ندخلها حتى بطريقه غير شرعيه لانه انا يعني مؤمن
كاين بتلك العقلية ما كاش حدود في العالم وما كاش يعني يوم في 24 ساعة. المهم هذه بين قوسين فقط، ولكن بما أنك تقول هذا الكلام علاش تروحوا لفرنسا وهم يسبوا في إسلامنا، فهذا كلام خاطئ. ونتمنى أني ما زيدش نشوفه في التعليقات، ونتمنى أني ما زيدش نشوف ناس يفكروا بهذه الطريقة وبهذه العقلية، لأنك لو تفكر بهذه الطريقة وبهذه العقلية فأنت إنسان كما قالها مساحة بلسانه، أنت إنسان جاهل للتاريخ، لأنه التاريخ تاع بلدنا وتاريخ تاع دولنا الإفريقية واضح وموضح وقرينا عليه ودرسناه، وعارفين باللي الدول يعني اللي وقع في الشمال ديما تنهب في الدول اللي وقع في الجنوب، ودول الجنوب هي اللي فيها يعني المادة الأولية وفيها يعني ثروات الكبيرة والمعادن والثروات الباطنية. يعني مالوغوزمون ناس بزاف تنسى هذا الأمر، وبزاف ناس تتجاهل هذا الأمر وكأنه يعني ما يكزيستيش. واليوم خرجوا المتظاهرين في فرنسا، يعني بعض مشي اليوم البارح أعتقد خرجوا بعض الناس وبعض يعني فئة من الناس يقولوا لا للمسلمين في فرنسا، لا للمسلمين في فرنسا، وهذا موضوع آخر يعني كامل إذا أردتم أن نتكلم في هذا الموضوع فعلقوا لي في الأسفل. لأنه شفنا باللي يعني العديد من الناس خرجوا في الشارع والشرطة معهم ورافقتهم يقولوا لا للمسلمين في فرنسا، ويعني واحد الوقت في فرنسا يعني كانوا قد جرموا أي واحد يتكلم بسوء اليهودية، وآخر ما حدث والرابر فريس كورليون يعني الرابر الفرنسي لما تكلم على النازية وتكلم على اليهودية يعني كانهم يعني كانوا اغتصب 10 أطفال، يعني كبروا القضية وتكلموا عليه في وسائل التواصل الاجتماعي ومنعوه من نشر الألبوم تاعه في المحلات يعني لا فيرسيون فيزيك، ومنعوه أيضا في البلاتفورم تاع ستريمينغ، منعوه يعني في العديد من المجالات. ولماذا؟ لأنه تكلم بطريقة غير محترمة على اليهود، يعني يتكلم بكلمتين ولا جملتين دو ميزور يعني وين يتكلم بطريقة سلبية على اليهود، وكاد يعني أن تقع السماء عليه سبحان الله العظيم. ولكن لما يتكلم واحد عن الإسلام ويتكلم واحد عن المسلمين ويتكلم واحد عن الحجاب وكأنه الأمر يعني عادي ومنطقي، وأصبحوا يقرنون الإسلام والمسلمين بالإرهاب، ولكن ناسين باللي الناس اللي عايشين معهم، الناس اللي قودوا حافلاتهم، الناس اللي سوقوا طياراتهم، الناس اللي دووا أبنائهم، الناس اللي درسوا أبنائهم، الناس اللي عايشين معهم وفتحين محلات أسفل بيوتهم في فرنسا نتكلم، كلهم يعني مسلمين، يعني رانا مسلمين عايشين، ويعني كان مسلمين فرنسيين مولودين وعاشوا في فرنسا، يعني هو يقول لك أنا فرنسي ومسلم، يعني هذا الشيء حر. كاين مسلمين فرنسيين نوجه لهم تحية، فرنسيين المولد وفرنسيين يعني العرق وفرنسيين الأصل، ومسلمين يعني الحمد لله ربي هداهم الله يهدي من يشاء. وشفنا المظاهرات تاع ذوك الأغبياء قال لك لا للمسلمين في فرنسا، وأنا أقول لكم حاجة، مستحيل أن يكون هذا الأمر، مستحيل تشوف بلد أجنبي بدون مسلم، لأنه المسلم وين يكون راح يحتاجه، والمسلم ما راحش يخسر، والإسلام ما راحش يخسر، ومحمد صلى الله عليه وسلم ولا واحد يقدر يشوفه لأنه قد نصر من طرف الله عز وجل. خوتي نشكركم اللي شفتوا الفيديو هذه حتى الاخير، شكرا لقناة مساحة، رابط الفيديو تاعو موجود في الديسكريبشن بوكس. نقدرش ندير موضوع اخر بما انه هذا الموضوع يعني راهو شكلنا في عقولنا وشكلنا في قلوبنا. نشكركم اللي شفتوا الفيديو حتى الاخير، التقي في فيديو قادم ان شاء الله. قبلة لكل محبي زينو ماشدي، قبلة يعني قبلة صداقة، قبلة حب، وقبلة يعني احترام لكم كاملين يا محترمين. نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. بيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.